حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج من داخل العراق، من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب اللي من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من أرقامنا الاثنين الدوليات اللي ذني أمامكم، تقدرون تتصلون بنا على أي رقم من ذني أرقام. حتى أبناء الداخل إذا ما قدر يحصلنا على رقمنا الداخلي يقدر يتصل بنا على ذني الأرقام. فعندكم أربع أرقام للاتصال، ذني اثنين وقبلها اثنين محليات ذني للاتصال. أما رقمنا الخامس اللي يخص البرنامج، هذا الرقم غير مخصص للاتصال مشاهدينا الكرام، ما أقدر أستقبل بأي مكالمة أو رسالة صوتية أو فيديو بسبب أنه هذا الرقم للمشاركة عبر الرسائل مثل ما هو مكتوب هنا. فأي شخص مع شديد الأسف ما حصلنا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة على هذا الرقم اللي تشوفوا أمامكم، رسالة واتساب. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، 9 نيسان، تاريخ ما أتوقع العراقيين يقدرون ينسوه. 9 نيسان ذكرى مؤلمة على الشعب العراقي، اللي هي ذكرى احتلال البلد. اليوم تمر الذكرى 19 لاحتلال العراق، اليوم الذكرى 19 لتدمير العراق، اليوم الذكرى 19 لوفاة كل شيء بالعراق، لدرجة أنه وجدت رسالة أعجبتني حبيت أقرأكم إياها. يقول: تمر علينا الذكرى السنوية 19 لوفاة الصناعة العراقية، والدة كل من المرحوم معمل ورق البصرة ومعمل سكر ميسان والمرحوم معمل الألمنيوم في الناصرية ومعمل إطارات الديوانية ومعمل بطاريات بابل ومعمل نسيج الكوت ومعمل الجلود في بغداد ومعمل نسيج الحلة ومعمل الدراجات الهوائية في المحمودية ومعمل تعليب كربلاء ومعمل الألبسة الجاهزة في النجف الأشرف ومعمل تعليب بلد ومعمل اسمنت السماوة ومعمل زجاج الرمادي ومعمل الغزل والنسيج في الموصل ومعمل فوسفات عكاشات ومعمل ألبان أبو غريب ومعمل الثرمستون في الشاعورة وأم جدر، ووالدة كل من المرحومة الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء والمرحومة الشركة العامة للكهربائيات في ديالة والمرحومة الصناعات الخفيفة في الزعفرانية. ونعتذر عن استقبال التعازي وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. رسالة صحيحة 100% لكنها مبكية. رسالة تتكلم عن جزء بسيط من الصناعات العراقية. اليوم هي ذكرى وفاة كلمة صنع في العراق أو جملة صنع في العراق. اليوم هي ذكرى الوعود اللي ما تحقق منها شيء. وعود جورج دبليو بوش الابن، وعود توني بلير، وعود من أتى على ظهر الدبابة الأمريكية واللي كان يسمي نفسه معارضة للنظام في عام 2003 وأتى ليعطي وعود. من هاي الوعود أن يكون العراق جنة في الديمقراطية، أن تعطى الحقوق في العراق، أن لا ينتهك شيء في العراق أو سيادة أحد في العراق، إضافة إلى ذلك حصص النفط والكهرباء و و و و إذا نريد نحسبها وعودهم من 2003 حتى اليوم فهي كثيرة. فاليوم بتسعة أربعة ذكرى 19 لاحتلال البلد، هاي الذكرى اشتعني للشعب العراقي. هذا اليوم اشتعني للشعب العراقي، ومن 19 سنة لليوم شلون يستذكر العراقيين 9-4؟ 9-4 اللي شفنا بها تغيير للأسوأ، تغيير كانوا أبناء الشعب العراقي يتأملون من بلد يدعي الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن نعيش ديمقراطية في العراق، من بلد يدعي حماية الحريات مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمى الحريات في العراق، من بلد يدعي أن حقوق الناس فوق كل شيء أن تحمى حقوق الناس في العراق. لكن شاهدنا جرائم الاحتلال الأمريكي أولا، وبعدها جرائم
النظام الطائفي المحاصصي الجديد وجرائم التدخلات الخارجية والجيوش المتدخلة بالعراق، عندكم الحرس الثوري بالعراق، عندكم جيش أمريكي بالعراق، عندكم جيوش حلف شمال الأطلسي بالعراق، عندكم نريد نحسبنا هواية. فأنتوا شلون تستذكرون 9/4؟ في آخر بيان لهيئة علماء المسلمين تقول إنه العراقيين ما زالوا يعانون من آثار الاحتلال اللي صاغته عن جهية القطب الواحد، عن جهية الولايات المتحدة الأمريكية. القصد بها أنه النظام الأمريكي لما ضحكوا عليه المعارضة بذاك الوقت، اللي حاليا هم اللي دا يحكمون حزب الدعوة والمجلس الأعلى والمدنيين وغير المدنيين وأحمد الشلبي وعدنان الباتشاتشي وعدنان المشهداني والدليمي، لما ضحكوا عليهم وقالوا لهم العراق كان بأسلحة دمار شامل، والعراق لا توجد فيه حريات لأحد، والعراق لا توجد فيه مؤسسات، وجد العنجهية الأمريكية البريطانية 48 تحالف دولي ودمروا بلد كامل. اليوم حسب رسالة هيئة علماء المسلمين تقول إنه الشعب العراقي أيقن بصحة تشخيص القوى المناهضة للاحتلال لواقع العراق، وأن استعادة سيادة العراق وإنهاء أزماته لن تكون إلا بتغيير جذري للنظام السياسي القائم حالياً، مؤكدة أن السنين الماضية كشفت حقيقة المجتمع الدولي وازدواجيته في التعامل مع القضايا والأحداث. القصد هنا أنه شعب العراق أيقن وعرف وافتهم السالفة وعرف أنه الناس اللي نهضوا الاحتلال والقوى المعارضة للاحتلال الأمريكي للعراق والقوى اللي ترفض الاحتلال الأمريكي من شخصة الحالة بسنة 2003 افتهمت الناس اليوم أنه تشخيص هؤلاء صحيح. إضافة لذلك أن استعادة سيادة العراق وإنهاء أزماته لن تكون إلا بالتغيير الجذري للنظام السياسي القائم، أنه حل الموضوع اليوم بالعراق أنه نغير النظام الموجود، نظام المحاصصة الطائفي البرلماني المقيت. وأكدت أن السنين الماضية كشفت حقيقة المجتمع الدولي وازدواجيته في التعامل مع القضايا والأحداث. القصد بها أنه 19 سنة الماضية وخصوصا في الشهرين المضت أو الشهر المضت بينت ازدواجية المجتمع الغربي والأسرة الدولية في التعامل مع القضايا. لما ننظر إلى قضايا العالم الإسلامي والعربي بشكل خاص، سوريا أو اليمن أو العراق أولا، نجد أن المجتمع الغربي ناطيها إذن الطرشة. الجرائم اللي صارت بالعراق لا تعد ولا تحصى، إن كانت على يد القوات الأمريكية، على يد القوات البريطانية، على يد قوات التحالف، على يد كأن من يكون، على يد ميليشيات، على يد نظام، على يد نظام حكم غير معترف، ما إلى شرعية داخل العراق أصلا، ما معترف فيه عراقيا هذا النظام، لأنه فعليا الشعب يقول لك أنا ما أريد محاصصة والنظام هو محاصصة. ونلقي المجتمع الغربي والأسرة الدولية ومجلس الأمن ما إلى علاقة بالجرائم اللي تصير بالعراق. لكن حرب أوكرانيا كشفت ازدواجية الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. جيش الولايات المتحدة الأمريكية متهم بجرائم حرب قام بها بالعراق بال 2003 وما بعد، وآخرها تصريح صحيفة نيويورك تايمز عن وجود وثائق سرية وصلت إلى أيدي مراسلي وصحفي الصحيفة وكشفت عن وجود خطأ استراتيجي كبير استخباراتي داخل القوات الأمريكية. هاي الأخطاء الاستراتيجية أدت إلى هجمات باستخدام طيارات بدون طيار، هاي الهجمات قالوا أنه هي دقيقة لكن هي غير دقيقة، راح ضحيتها نساء وأطفال من المدنيين بسبب أخطاء استراتيجية. هاي كلها ما حد يحكي بها، لكن روسيا هجمت على أوكرانيا، هنا لازم الكل يوقف والكل يريد يحاكم بوتين والكل يريد يوقف العنجهية الروسية ضد شعب أوكرانيا.
لكن انه شخص يجي يتكلم عن حقوق العراقيين مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا، أبد. بريطانيا بنفسها حاكمة توني بلير، أو مو حاكمة، حاسبته أنه ورط الشعب. يقولون أنه توني بلير ورط البريطانيين في حرب غير مدروسة وحرب مبنية على أشياء غير صحيحة، ودخلوا البريطانيين بهاي الحرب. لكن العراقيين يجون يحاسبون البريطانيين والأمريكيين، ما حد يساعدهم. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أسهل، وحيا الله قناة الرافدين ومشاهديها. حياك الله يا غالي. حياك الله أستاذ أسهل. بالأول الرحمة لمن كل من فقد أخوه أو أبوه أو عائلته من 2003 ولحد الآن، يرحم والديك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته، ويعود كل غايب هاجر من العراق إلى دول العالم. نتمنى من الله أنه يرجع الشعب العراقي احسن واحسن من السابق ان شاء الله. وهذول الاحزاب السلطه اللي هم دمروا العراق، وامريكا اللي جابت هذول الناس اللي كان في عهد صدام حسين، اللي كانوا هم سبب خرب البلاد يعني بالعراق، اللي كانت تحصل عندنا تكبيرات من انصار المالكي، حزب الدعوه، وانصار هادي العامري. هذول الناس المخربين اللي كانوا نقدر نقول عليهم هم سبب خراب البلاد قبل 2003. قبل 2003 كنا عايشين استاذ افر بخير، كان العراق يعني كان يعني تقدمه بالزراعه بالصناعه، كافه المعامل مثل ما ذكرت الرساله اللي كانت عندنا، كل المعامل اللي موجوده، كل المصانع، التصنيع العسكري. العراق كان يحس يعني كل شبابه وكل ناسه بكل اطيافه ملتم يعني شبكه واحده تضمهم الدوله، القياده اللي كانت القياده تقود البلد، قياده اللي كان لها هيبه بالعالم كله، قياده يعني احنا اكو ناس يزعلون، قياده صدام حسين كانت قياده بطله وشجاعه، انها مكان للشعب، انها مكان دور في العالم، انها مكان انه المواطن من يحتاج شيء الدوله تقدم له، المواطن من يصير به شيء باي دوله الحكومه تحاسب الدوله اللي يتعدى على اي مواطن عراقي في اي مكان في اي دول من دول العالم. فكان العراقي قبل 2003 له اهميته وله مكانته وله يعني هيبته بالعالم كله. فكان المواطن العراقي في وسط امام حكومتنا السابقه وكل الحكومات، ليست انه حكومه صدام حسين رحمه الله، بل كل الحكومات اللي حكمت العراق، كان العراق يعني له مكانه بالعالم، له مكانه بشعبه، له مكانه بكل الامم. فللاسف هذه الحكومه اللي من 2003 ولحد الان خرب العراق من ضمن هذه القيادات اللي انصار المالكي وحزب الدعوه وهادي العامري، هذول اللي كانوا ناس اللي مدمرين العراق في ذاك الوقت، اللي كانت تحصل عندنا التفجيرات واللي صار عندنا القتل، كل سببهم هم في ذاك الوقت. الان بعد الاحتلال والغزو الامريكي اللي دخلوا للعراق، فامريكا ما لقت ناس كفؤين انه تخلي ناس يعني يحبون بلدهم، يحاولون يستردون اللي كان الخراب اللي دمرته، يعيدون المعامل، يعيدون الصناعه كلها، لكن هم خربوا ودمروا بواسطه دولة الميليشيات والاحزاب اللي حكموا العراق الان اللي هم نفسهم. فامريكا خلت هذا التاخر للشعب العراقي متحمل بواسطه هذول الايادي اللي تجمع ايران وما ايران. اللي قاعد بنشوف انه المواطن العراقي يعاني من جوع، من عطش، من ماء، من مياه، من معامل، من زراعه، كلها هم اللي سببها فشلها وتعطيلها، لانه الحقد اللي جايين عليه حقد انه السنين اللي فاتت عليهم الان قاعدين يطبقوه على ابناء الشعب العراقي. فالمواطن العراقي استاذ افل يعني قاعد يعيش بمعاناه كل الصعبه من 2003، ومنحس الى هيبته ولا قيمته بلده او بالعالم كله.
فهذه الامور اللي صارت هي متعمده على ابناء الشعب العراقي. وللاسف احنا كل ما نستذكر الماضي فالماضي كان احسن من ما هسه يكون بنعيشه، وكل العراق ما راضي على سلطه الاحزاب، لان يعني هم ناس قتله، ناس مجرمين، ناس ما يخافون الله، ناس عندهم حب يعني الدنيا وحب المال، حب السلطات وكل شيء. فنلاحظ القتل صار عندنا على الهويه، والقتل صار عندنا بالطائفيه، والقتل لحد الان بتطلع ناس تطالب حقوقها وبتظاهرات تطالع تريد انه يستردون الوطن، يعني فكره الوطن العراقي اللي كان بالسابق شنو كان له مكانته، فما يريدون يخلون مكان للشعب العراقي وللمواطن العراقي اللي قاعد يريد يعيش مجرد ان يكون له فد مكانه بالمجتمع بالعالم كله. هذه الامور كلها خربت سلطه الاحزاب وقياداتهم من اجل ان يحافظون على مكاناتهم وكراسيهم، والشعب العراقي ما يهمهم اي شيء يكون يصير به، عسى ما يعني نقدر نقول بصوره عامه لا امامه ماكو اي شعب، ماكو اي مواطن يعني يهتمونه، ماكو اي مراعاه، ماكو اي تقدم اللي صار عندنا. فللاسف هاي الذكرى توجع الام وقلوب العراقيين، يعني 18 19 سنه من غزو الامريكا على العراق نشوف هذول سلطه الاحزاب اللي ما قدمونا شيء، وللاسف احنا العراقيين يعني هذا التحمل اللي قاعد يصير عندنا لابد يجي يوم نكسر هذا الطوق ونخلص نخلص من هاي الحكومه الفاسده وسلطه احزابها، لانه هم سبب الخراب بالعراق وتدميره. رجعونا للوراء، يعني ما كان عندنا استاذ ابد هيك معاناه نعيش، يعني لا بالقرون السابقه ولا انه اللي جايه. فللاسف استاذ افد هاي ذكرى اليمه اليمه كلش على العراقيين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تصير ثوره قويه ضد هذول الفاسدين، ونتحكم بالخضراء هم واللي جاوا وياهم على الدبابات من انصار مقتدى الصدر وهادي العامري وقيس الخزعلي، كل العراقيين سوف يحاسبهم هذول الناس الاوراد اللي سببهم هم تدمير البلد وخراب البلد، واللي تابعين ايران واللي دولة الفقيه الخامنئي اللي هم سبب تدمير العراق استاذ اسد. وان شاء الله الجهود العراقيين جهود الثواب سوف تنتصر ثورة تشرين ان شاء الله عليهم بعون الله تعالى، ويرد العراق احسن واحسن مثل ما كان، وان شاء الله ترجع المعامل والزراعه والصناعه وجود ناس اقصاء ناس مخلصين لوطنهم. فالعراق ان شاء الله ما يظل على حال هذا استاذ اسد، ان شاء الله لابد ان يجي يوم وتنزال هذه الغيمه وينزال كل هاي الطبقه الفاسده اللي حكمت العراقيين، ويرد الامان والخير ان شاء الله على بلدنا وشعبنا العراقي ان شاء الله بوجود شبابنا وناسنا الاقباء الابطال. وانا اشكرك استاذ ابل شكرا لك ابو عمر. شكرا مشاهدينا الكرام، يعني الكلام اللي قاله ابو عمر اضافه الى التقارير اللي موجوده على صفحات الانترنت اللي تتكلم عن مآسي ما بعد الاحتلال. فأنتم كعراقيين عندما نريد نستذكر 9/4 أو الذكرى 19 لاحتلال بلدنا العظيم، الذكرى 19 ليوم أسود شهد العراقيين من 2003 حتى هذا اليوم، هذا اليوم اللي انتهى بي كل شيء، انتهى بي كزراعة وكصناعة وكبلد وكتجارة وكحياة آمنة في هذا البلد، انتهت بي بعض الناس اللي فقدوا بيهم أحباء وأهل. أبو عمر ترحم على كل من فقد له فقيد من عام 2003 إلى يومنا هذا. نرجع ونكرر نعزي عوائل العراقيين، كل عائلة بالعراق فقدت لها فقيد من 2003 لليوم، لأنه من 2003 إلى يومنا هذا شقد أكو بالعراق عوائل، ماكو عائلة سلمت انه تفتح لها تشادر بسبب سوء وضع امني. الموت حق، الموت حق، لكن ما حصل في العراق انه اكو موت بسبب عامل خارجي، اضافه خارج عن 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 يعني مرض او شيء طبيعي، خلينا نقول اراده رب العالمين لا حكم عليها، لكن يجي واحد يقتل انسان لانه على اسم مثلا
أو يقتل إنسان لخلاف سياسي، أو يقتل إنسان لأنه يخالف بالطائفة عذرا، هذا اللي دم قصده. ماكو بيت ما سلم من هذه الحال أو من هذه الحياة. فنعزي أبناء الشعب العراقي وعوائل عوائلنا، وكل عائلة فقدت لها فقيد من 2003 لهذا اليوم احنا نعزيها. لكن نرجع ونقول 9/4 شي مثل لكم، الوعود اللي وعدوها تحققت لا لا؟ وعود الكهرباء، حصص النفط، المي، الحياة الرغيدة، سعادة، أمن، أمان، ديمقراطية، تحققت لا لا؟ إضافة إلى ذلك، مع شديد الأسف بعد 2003 رصدت حالة ما بين أبناء الشعب العراقي اللي هي عدم التكاتف. لذلك الميثاق الوطني العراقي يدعو الشعب العراقي إلى التكاتف والمحافظة على وحدة البلاد في ذكرى غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. ويضيف الميثاق أن جريمة احتلال العراق ما زالت تداعياتها مستمرة عبر عدة صفحات، من أخطرها تشكيل ميليشيات مدعومة من البنتاغون لإثارة الفتن الطائفية داخل المجتمع العراقي ودفعه إلى الحرب الأهلية لتنفيذ مخطط تقسيم العراق والمنطقة ضمن استراتيجية الفوضى الخلاقة للوصول إلى ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. ويتابع الميثاق أن العراق وبعد مرور 19 عاماً على احتلاله لا يزال مسلوب السيادة بسبب النظام السياسي الذي فرضه المحتل وحكوماته التي جعلت العراق ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، حيث ينتشر اليوم في العراق آلاف الجنود الأمريكيين إلى جانب وجود عناصر الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني وغيرها من الميليشيات الإرهابية. يعني حتى نتعافى أول نقطة لازم نسويها أنه نخلص من نظام المحاصص الطائفي، لأنه ماكو شيء اسمه طائفية ما بين أبناء الشعب العراقي. أي رقم واحد. رقم اثنين، حتى نتعافى حسب الميثاق الوطني العراقي يجب أن نبعد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية، لأنه إحنا ما لنا علاقة أنه مثلا إسرائيل أو عفوا الكيان الصهيوني يقصف اثنين إيرانيين بسوريا، إيران تقصف أربيل. يعني فعليا أبسط لكم إياها، ابني وابنك تعاركوا بالمدرسة، أنا أروح أقتل ابن جيرانه. فعليا هيك كيان الصهيوني قتل اثنين بسوريا، اثنين تابعين لحرس الثوري الإيراني. إيران تريد ترد على الكيان الصهيوني، ما ردت على الكيان الصهيوني بتل أبيب، لا ردت على الكيان الصهيوني وين؟ بالعراق. شو العلاقة؟ ما حد يدري. سامر من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عمان كريم. الله أكرم أخوي العزيز. رحم الله والديك. بس طلع لي على الشاشة قناة الرافدين. أنت على الهواء مباشرة أخوي. أنت على الهواء. العلامة مع قيادة القوات البرية، خلي نشوفها الجيش العراقي، الجيش فتو خلي نشوفها. أي نعم. العلامة قيادة القوات البرية خلي يطلعها للشعب العراقي، خلي نشوف مكتوب عليها. خلي نشوفها، خلي حتى أشرح عليها. شنو مكتوب عليها؟ العلامة لأن أكو خط أحمر على 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 الرافدين، على النهار جدة أو الفرات. هذا الخط الأحمر هم اللي يعرفوه، كان ما خلوها. هاي أكبر اعتداء على الشعب العراقي. شنو قول لنا يا أخوي يا سامر؟ أستاذ أكو علامة قيادة قوات البرية المحطوطة على الكتف اليمين. إيه. هاي العلامة هي بالنسبة للشعب العراقي احتلال. المفروض كل عراقي وكل مواطن ما يحملها على كتفه، لان هي اساس الاحتلال. انه مضروب خط احمر على 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 على, 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 على النهر الرافدي. خلي طلع لي اياها وشوف الخطين، الفرات ودجله. نعم. اياها وشوف العلامه مرتبات البريه،
شوف الخط الاحمر شلون ضاربينه مكتوب قياده قوات البريه حتى القائد اللي عندنا هو حاملها بس خليه يشرح علينا خليه يقول لنا شنو هاي العلامه شوف شنو معناها مو في العلم العراقي قد تعرفه هاي العلامه لها معنى معنى كبير راح من ادم جيل كامل الجيش جيل كامل خسرناه من ورا كانوا عندنا فراريه صاروا بهذا الجيش نص فراري حتى ما يعرف العلم اللي يقدم موجود ما يعرف ما يعرف يخليه على يمه يخليه على يسره يقدم موجود يعني شغلات هواي حتى من يوم ضد السيطره يعني ب 25 الف دينار يعبر السياره ماكو بس عندك السيطرات مال الشؤون مضبوطه والباقي السيطرات كلاوات مجرد بس فرهون يعني هواي شغلات خسرنا حتى الوطنيه مالتنا خسرناها نريد واحد بالدوله يحكي لنا وطنيه يقول انا احب الشعب المحتاج لأنه مشكلة حل المياه ماكو هاي بس مجرد عركات على الشرق. ما عندنا اللي حتى المعلمة مسوية مدرسة من بيتها ومن تروح تلزم الحياكة مالتها وتقوم تخير تطرد ماكو تدريس تروح للمستشفى نفس الشيء ماكو أدوية الباص 25 الدكتور مخلي له سكرتيرة بالباب الباص 25 اللي يشتغل عماله اللي يشتغل عكاز اللي يشتغل بالبلدية وين يجيب هذا 25 بس الكشفية البلدية كلها 200 ألف اليوم حتى الصايم ما رحموه الحجة بالتتالات صايم قبل رمضان الحجة بالتين برمضان احنا ما حدنا ما حد رحم الآخر ما بيناتنا رحمة نركض ورا المادة أثنى الوطنية أثنى الجاع أثنى المي أثنى الحدود عفنا الاسواق يعني كل شرح من عندنا كسرنا هواي اشياء نعرف بس الدولار والدينار التاجر الكبار الدولار والجندي الكبار الدينار وكارثه صارت بينا من هاي السالفه اللي صار ما حد يتكلمها تحكي وياه روح سوي لك محامي خلي يطلع حقك انا منين اجيب عكاز لا بيت ولا سياره ولا قاع يعني انتم لا ما تحبون يا دوله من يرحمني انتم وحدي زين تجون على جيش مفتوح لا عربة السيطرات بس مال جيب الطماطة جيب الرقية زين طبعا يصعد السوق وين يطون تريد يصعد للبرج ملمع الخطاط ومن قبل ما يصعد ياخذ نبض العرق يخلينا ماي أمة الزلمي والله يجي رسالة نعم يعني شغلات هواية نعم نعم ماكو يعني تريد لك شغله بهاي الدوله زينا ماكو خسرنا قد مره خساره لا معمل لا واحد يطلع بالتلفزيون يبرد غلوبتنا تعالكم نفعل القرار نعم الفقره وين تطول روحك نعم شكرا 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 لك اخوي سامر ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمه الله هلا شلونك يا غالي هلا بيك يا الغالي أستاذي العزيز هي من طبت أمريكا طبت لتخريب هذا البلد هذا البلد اللي له تاريخ اللي له تاريخ عريق نعم وجابت ناس حثالة ناس من برا الحدود كانت تشتغل برا ماكو شواحيد جابوا خلاه بمنصب وهو أساسا مو أبو منصبها هذا القيمة البوغ وثلاثة مال دولة تلقيهم كلهم كانوا وبوقت صدام حسين برا بالحدود مكفخة للإيرانيين وغير الإيرانيين جابهم بلير من يسموه هذا الكشر بلير أقول لك جاب علينا لهم هذول الناس القرنة الشرذمة ناس شرذمة جابتهم أمريكا وحطتهم نصبتهم يأتم هاي انتخابات ولا انتخابات من 2000 من شهر العاشر لحد الآن والله ما تنصب الدولة برميل النفط صار ب 120 دولار والفقير ينزل نحو الأسوأ هذا رمضان المواد الغذائية صعدت والله السلعة من الخارج هي مو سلعة من الخارج في سبيل الطب الحنطة مع إيران تصدر عندنا هنا بالعراق نعم إيران يقول لك أمريكا راح تحاصر إيران أمريكا حليفة ويا إيران نعم يقول لك إيران هي دمرت العراق هي دمرت الشعب العراقي ناس راحت بالتهلكة السياسي
يعني وين كنت بوقت صدام حسين الله يرحمه؟ ليش ما سويت انقلاب؟ عشان ما تقدر تفك حلقك. هسه يقول لك اني واني، هل بس المستفاد من هذا الوضع الكثيف؟ يقول لك لا، بالعكس دوله وقياده وقانون وسياده. انت تروح تشتكي بالنزاهه على اي مسؤول، ما حد يشكيك. تشتكي باي دائره، باي دائره ما حد يشكيك. غطي لي وغطي لك. غطي لي وغطي لك، ماكو حكي. يقول لك النزاهه يرادها نزاهه. المفتش العام يراد له مفتش عام. كلها كذب بكذب. يعني اكو ناس من تنحرف، احتراماتي مع احترام، خلينا نقول يقول لك تاجر مخدرات، يقول لك اريد اعيش اني. انت اسال هذول اللي يبيعون المخدرات، يقول لك تتعاطى انت؟ هو ما يتعاطى. انت شوف الامريكان يطلع مساجد جوامع مال بيت الله تفجرت، احد قدر يحاسب؟ يعني هذا ليش الكويت اخذت حقوقها كامل؟ صار لها يجي كذا سنه من التسعين اخذت حقوقها كامل، احنا منين ناخذ حقوقنا؟ وحتى لو تجي حقوقنا تتقاسمها الاحزاب بيناتهم. يعني الحل شلون نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يطلع لك المالكي يقول لك انا قيادي. الاخ انا قيادي، قيادي وين انت؟ شنو قيادي؟ يا قيادي من كنت تبيع سلاح سوريا؟ لو يطلع العباد من كان يسوي كبه ما ادري وين. نعم. شكرا 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 لك ابو عبد الله. ابو سميه من الانبار، حياك الله يا ابو سميه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرم. في البدايه تحيه للجيش العراقي السابق الذي فقد هذا الوطن العزيز، وتحيه للبوابه الشرقيه التي امسكت شرق الوطن العربي لعقود طويله، وعندما سقطت سقط معها كل شيء. إن يوم 9 نيسان هو بحق يوم السقوط، ومن الحكمة أن نسميه يوم السقوط. قد سقط. نعم. وإنما شهد سقوط الدولة العراقية مع سقوط الأخلاق لبلدها، البلد الذي لطالما كان سدا منيعا أمام هجمات إيران. فألف تحية للجيش العراقي السابق، ولعنة وألف لعنة على إيران وعلى ذيولها الذين اتخذتهم أمريكا مطايا. سوف يسجل التاريخ ولا ينسى الشرفاء في العراق أن أمريكا دخلت على ظهور المطايا من الذين يتسمون بحكومة المنطقة الخضراء. لن ننسى أنكم مطايا لحكومة الاحتلال، لن ننسى أنكم مطايا أدخلتم الاحتلال إلى بلدكم. بحجة ماذا؟ بحجة أسلحة الدمار الشامل التي صرحت أمريكا وصرحت بريطانيا ولا زالت تصرح أن أسلحة الدمار الشامل لم تكن موجودة. قالت حكومة المنطقة الخضراء تسميه النظام البائد، كذبة أسلحة الدمار الشامل وكذبة النظام البائد والديكتاتوري وغيره. بقي اليوم على ماذا فرحتم بيوم نيسان؟ على قد لأن المقابر الجماعية قد ذهب بالنزوح، بأن النزوح قد ذهب. اليوم ماذا نشهد؟ اليوم نشهد مقابر جماعية في كل محافظات العراق، واليوم نشهد تهجير الكثير من النازحين ومن الأبرياء بدوافع طائفية، ونشهد الكثير من الظلم. إذا كنتم تتكلمون عن أليس من الديمقراطية أن المواطن يعبر عن رأيه في الشوارع في المظاهرات وغيره، لكن حكومة المنطقة الخضراء قد استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين وضد من يعبرون عن رأيهم الحر. فنقول لحكومة إن الشرفاء في هذا البلد لم ينسوا ولن ينسوا يوما أنكم محتلون، ولن ينسوا يوما أنهم يخرجونكم بالأحذية من هذا البلد، ويبقى البلد للشرفاء.
وشكرا لقناتكم. شكرا شكرا لك أبو سمية. عندما نستذكر 9/4 نجد أن بعد هذا التاريخ وجد العراق أو عرف العراق قضية المهجرين، عرف العراق قضية النازحين، عرف العراق قضية العطالة أو البطالة، وعرف العراقيون أيضا عمالة الأطفال أو قضية الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية. إضافة إلى ذلك عرف العراق قضية المخدرات. العراق كان من البلدان النظيفة ممرا واستخداما وتجارة بالنسبة إلى قضية المخدرات. أما اليوم أصبح العراق مزرعة للمخدرات، وأصبح نصف شباب العراق حسب تصريح وزير الداخلية نصف شباب العراق متعاطين، إضافة إلى ذلك قضية الاتجار بالمواد الممنوعة أو المواد المخدرة فهي كبيرة جدا، إضافة إلى تصنيع المواد المخدرة داخليا في العراق. عرفها العراقيون بعد عام 2003. عام 2003 أو تحديدا عفوا 9/4 فقد العراقيون الكثير، ومن ضمنها فقد العراقيون أحبتهم، وفقدوا بلدهم، وفقدوا هويتهم، وفقدوا وطنهم، وفقدوا مياه نهرهم، وفقدوا هواية أمور. إذا أريد نجي نباوع على ما حصل بالعراق، مثلا موقع The National يقول أن ذكرى 19 لإعلان أمريكا احتلال العراق لا تزال معظم المدن العراقية تفتقر إلى إمدادات الطاقة الأساسية وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة. وراء 19 سنة من الوعود الأمريكية البريطانية ووعود حكومات الاحتلال، يقول لك عندك مدن ما بها إمدادات طاقة، يعني مدن ما بها إمدادات الكهرباء، عواميد ووائرات والسوالف، وخدمات الصرف الصحي يعني شبكة المجاري، عذرا من الكلمة، هي خدمات الصرف الصحي ما موجودة، ومياه نظيفة ما بها. وأكثر مدينة تعاني من قضية المياه مثلا مدينة البصرة، ومتصلة من أدى جواد من البصرة. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله يا غالي. أهلا مرحبا، شرفتنا. هلا بيك يا الغالي، أنت شرفتنا. تفضل، جاي أسمع سعدي. نعم. جاي أسمع. عندك سؤال؟ والله يا أخوي صوتك ده يقطع مدى أسمع. أنا شوي أخاف مسافة بعيدة عن الشبكة أو هاي. لا أخذ راحتك أخوي، أنت على الهواء مباشرة. إحنا اليوم ببرنامج صوتكم بدنا نتكلم عن قضية 9/4. أنتم كعراقيين شلون تستذكرون 9/4 اللي هو يوم احتلال العراق العظيم؟ هذا احتلال استعمار في حالة، ليس احتلال استعمار. نعم. ولا نبي ولا مضر للشعب، وكلهم هم محبة للشعب. مو محبة بالشعب، لو الشعب يريد بس مو غيروا، غيروا عليهم، غيروا عليهم على الفقرة، احنا ما غيروا عليهم، وهذا في الشعب عال ما يدري بالجوعان، هذا هو في الماء بالأمر. نعم. يعني شو اللي صار؟ ما تغير شيء. يبدو أن اتصال انقطاع الأخ جواد، شكرا جزيلا لانضمامك إن، لكن هاي وعدة من المساوئ اللي يعاني من أداء أبناء الشعب العراقي، وهواية كررناها ببرنامج صوتكم، أنه شبكة الاتصالات بالعراق سيئة جدا، لأن المواطن دا يدفع فلوس، لكن بسبب الفساد اللي دا يصير في هيئة الاتصالات أو في شركات الاتصالات أو بالوزارة، الله أعلم، أول من اتهم في قضية رشوة بوزارة الاتصالات حيدر العباد اللي كان رئيس وزراء قبل حكومتي أنا. المهم بسبب الفساد اللي موجود بالاتصالات، المواطن مدى يتلقى شبكة ما لوادم، بحيث انه من يدق علينا ويحكي ويانا نقدر نفهم كلامه في بشكل واضح. مو بكل الاتصالات، في بعض الاتصالات. المهم موقع The National يقول انه العراق اصبح مستنقع للقوات الامريكية والبريطانية التي وجدت نفسها في شراكة مع الاحزاب المدعومة من ايران، حيث تسبب العنف الطائفي على أيدي هذه الأحزاب في الانزلاق إلى الفوضى. يعني
بسبب الاحتلال ونتائج الاحتلال، ووحدة من نتائج المحترمة بالعراق اللي هو عودة الأمية من جديد، وأكثر من نصف أبناء الشعب العراقي لا يقرؤون ولا يكتبون، واللي ما افتهم اللي قال الموقع ذا ناشونال راح أشرح لها بالعامية، إنه العراق صار مستنقع دي الجيش الأمريكي البريطاني اللي وجدت نفسها بشراكة ويا أحزاب. هاي الأحزاب مدعومة من إيران، من هم ذول الأحزاب أنتوا تعرفوهم، وتسببت هاي الأحزاب بالعنف الطائفي اللي أدى إلى فوضى بالعراق. يعني الأحزاب اللي مدعومة من إيران بسبب سياساتها صار أكو عنف طائفي داخل العراق، وأتصور العنف الطائفي بعيد عن المحاصصة الطائفية، لأن هذا الشيء وهذا الشيء أنتوا شو تقولون. المهم The National يقول إنه محاولات الأمم المتحدة تردات كهم على موضوع عودة الشاقة، هي نفس الشيء. The National يقول إنه محاولات الأمم المتحدة المتكررة لبدء عملية سياسية حقيقية فشلت. تتوقعون الولايات المتحدة إنه أمريكا تريد تسوي شيء وراء 19 سنة، تتوقعون تريد تسوي شيء بخير لأبناء الشعب العراقي؟ ما أعرف أنا الكلمة اللي قايلها الموقع ما صدق بها. وخرج الفساد عن نطاق السيطرة وانعدمت الرقابة على عائدات النفط وأموال إعادة الإعمار التي تم توثيقها في وقت لاحق من الحرب. موقع The National أوكي، عائدات النفط وأموال إعادة الإعمار زين، عائدات المنافذ الحدودية زين، عائدات الحبوب العراقية مثلا أو الزراعة العراقية إن وجدت بعض الشيء زين، عائدات المعامل اللي موجودة والأتاوات اللي يأخذوها المكاتب الاقتصادية التابعة إلى الأحزاب والميليشيات، إضافة إلى الرشاوى التي تؤخذ من المواطن العراقي اللي ممكن مثلا يريد يسوي له جواز أو يجدد هوية أحوال مدنية ما يقدر لأنه لازم يدفع رشوة. المهم بالنسبة إلى رسائل الواتساب، احتلال بغداد ما زال غصة في القلب، لم يكن سقوطا للعاصمة فقط بل سقوطا للضمير وللثقافة واجتماعيا ومعنويا وثقافيا من كل الجوانب إلى آخره، ونشوء الاستهتار بمفهوم الحرية ونشوء الفتن والطائفية التي خلفها المعتل بعد السقوط. ليس كان الهدف من إسقاط نظام صدام بل كان الهدف إسقاط العراق وانعدامه من المنطقة. كريم من تكريت، حياك الله أخوي العزيز، أتمنى تطلعون هاي الرسالة ولو هي شوية طويلة. نصير عايف حبيب خليل العاني، المهنة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية من سنة 2007، لكن الدرجة الوظيفية بدرجة نائب رئيس جمهورية VIP، الراتب والمخصصات 31 مليون دينار من استلام المنصب مع حوافز ثابتة بقيمة 4 ملايين مع مخصصات أخرى بقيمة 3 ملايين، وراء عام 2014 انخفض مجموع ما يستلمه إلى 22 مليون دينار، ما شاء الله رقم، وحمايته 54 فرد يرأسهم زوج بنته اسمه كامل أو كمال عفوا صلاح العاني. بعد موجة غلاء الأسعار قررت الحكومة منح الشعب العراقي لا شيء. وكيل خامنئي يقول للشيعة يحتاجون هزة تهزهم وتوحدهم مثل هزة تفجير سامراء، أتوقع سيقتلون أحد وأتوقع الصدر ويجعلون أحد أفرع القاعدة أو داعش القريبة منهم تتبنى العملية ويقولون قتلنا لأنه رافضي. هنا سيتولد شحن طائفي جديد تستفاد منه إيران وتسيطر على أتباع التيار وتنصب صدري قريب منها زعيم لهم. نصيحة إلى مقتدى الصدر أن يفهم. عبد الحسين عبطان مرشح المالكي لرئاسة وزراء إيران يحمل رتبة فريق بدون شهادة يدعي أنه عراقي، أدخلته الاطلاعات الإيرانية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وعينته نائب محافظ النجف. مجمل إقامته بمدينة النجف 4 سنوات، وقانون الانتخابات ينص يجب على المرشح أن يكون مقيما في المحافظة فترة لا تقل عن 10 سنوات. حتى 10 سنوات قليلة. أتصور يعني اللي قوانين التجنيس العالمية أي واحد يروح يتجنس ما من حقه يرشح بانتخابات إلا يكون من أب وأم أصيلين. المهم السلام عليكم أخي العزيز، قائد منظمة آزوف النازية يقع في أسر القوات المسلحة الروسية ومواطنين ماريوبول يحاولون الاقتصاص منه للعذابات التي ألحقها بهم، متى سيلحق العراقيين
ما حصل على يد شركة بلاك ووتر المجرمة. هذا الفيديو خاص لكم، أتمنى تنشره. أخي العزيز، بالنسبة إلى فيديو تريد تنشره، أتمنى أن تتابع الشريط الأبيض اللي دا يفتر جوه. أكو نافذة اسمها نافذة أنت ترى، وجدتها قناة الرافدين، بها رقمين هاتف تقدر تدز فيديوهاتك عليه وإن شاء الله تنشر. السلام عليكم أخي أفل. قال الله في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ليس ظلاما بالعبيد ولكن هم ظلموا أنفسهم، صدق الله العظيم. أخي العراقيين هم ظلموا أنفسهم بخيانتهم للعراق. الآن خلي يعرفون موقف الرئيس الراحل لإيران تدخل لا دام إيران تتدخل بالعراق بعدما يصح العراق إلا أن تدمر إيران من قبل الكيان الصهيوني. والله لا صدر ولا غير صدر يحمي إيران. أخوك أبو قصي من الأحواز العربية. أستاذ أفل، بالنسبة للمقاومة العراقية في الفلوجة والمناطق الغربية، أمريكا سوت ميليشيات من الخونة من ضعاف النفوس القصر، شو وقت المقاومة العراقية أو أي رجل عربي يوقف وياهم؟ أخوكم أحمد من مصر من المعلة الكبرى. وآخر رسالة أستاذ، السلام عليكم. سقوط بغداد جمجمة الوطن العربي، لماذا لم يفكر العراقي استعداد القوى الأجنبية في احتلال العراق؟ لماذا لم يتعاون مع النظام السابق وإعلان الجهاد كما في ثورة 20؟ الكل ساكت ينتظر التغيير، وبه سقطت كل القيم والمبادئ والأخلاق، وسقطت أحلام ومستقبل الشباب بقتلهم. دمرت الطفولة ودمرت حضارته. تذكر يا عراقي التاريخ الأسود الذي تعيشه الآن، سببه أنت بسكوتك. مشاهدينا الكرام، 9/4 يوم أسود في حياة العراقيين أجمع، وهي الذكرى 19 لاحتلال هذا البلد وسقوط كل شيء، وهي ذكرى انتهاء جملة صنيعة في العراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم بإذن الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.